سعيد، مو بقادر تمشي؟ أكيد نفضل في وجبة الإفطار. هذه عادة سيئة ونتيجتها تخمة ومشاكل في الهضم وزيادة في الوزن. إحنا باليوم العادي لازم ناكل 3 وجبات متوازنة وصحية، ونفس الشيء بالنسبة لشهر رمضان. يعني إذا وزنك 60 كيلو تحتاج 2000 سعرة حرارية في اليوم. خذ 40% على الإفطار، 30% وجبة خفيفة المساء، و30% على السحور. أنت تحتاج حوالي 260 جرام الكربوهيدرات على الإفطار. 3 تمرات بتعطيك 45 جرام، و17% تقريبا من حاجتك. كوب من الرز يعطيك 45 جرام كربوهيدرات، وكوبين من الخضار بيعطيك 10 جرامات كربوهيدرات، فتاخذ أنت 40% من الكربوهيدرات على الإفطار. و100 جرام صدر دياي مشواي من دون جل يعطيك 62% من حاجتك من البروتين على الإفطار. وانتبه من الدهون، لأنه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون بتوازي 21% من حاجتك اليومية. وانت يا سعيد تحضر مسلسلات، صحن مكسرات من هنا، صحن حلويات من هناك، ابتعد عنها وخذ بدالها شوية خضار أو حبة فواكه. رمضانكم كريم وعساكم دوم صحة وسعادة.